نسيم بيزيد في العزايم، سواء عزمه او معزومه. لو انا عزمه ناس يا نادين، المفروض اقول لهم قبل بشم النسيم بقد ايه؟ اسبوع او 3 ايام. لازم اديهم الوقت الكافي ان هم يظبطوا، لو مسافرين، لو هيخرجوا في مكان تاني، انا اديهم فرصه ان هم يقرروا. حتى لو اخويا او اختي او كده، لازم اديهم قبلها بوقت. اقول لهم يا جماعه انتوا عندي يوم شم النسيم، هنقضي اليوم مع بعض، وانا عامله كذا، انا هجيب كذا. لازم يبقوا عارفين. أوكي. وفي نفس الوقت اختار اللي هيقولي الناس اللي انا عازماهم، هل في ما بينهم خلافات، هل في عدم تناسق في السن مثلا، في العمر. المفروض ان انا اظبط كل ده عشان كله يبقى مبسوط، عشان يبقى كله مبسوط. هو يوم احنا بنحاول ان احنا نشوف الايام اللي نحتفل بيها ونقرب فيها من بعض، نستغلها يعني.